بكل صراحه ما عمري ما لاحظت ان شي تصويره غادي تنشر اكثر من النطاق ديال دوك الناس اللي تنعرفوا اولا لي فان اللي متبعيني وباغيين يعرفوا حياتي الشخصيه. هو بنادم اللي ما كيتقشرش داير صبيحه في وجهه. حسيت بالناس بحال تيقولوا لنا ما تزوجوش ديروا داكشي غير اللي ماشي حلال. كضحك. حنا الصراحه ما كنخطوا لحتى حاجه زعما راه ماشي كنمشيو بجوج بينا وانا كنشري نفس اللون ويمشي هو يشري نفس اللون ما عمرنا ما درناها. ويلي درناها في حوايج العيب. بتحطي نفسك في مواقف بايخه. يمكن ما تنكتروش الالوان باش ما نضركمش في عينيكم. يا الحمد. التصويره ديال لافوكا كانت دارت البز وحنا ما كان كاع قصدنا داكشي اللي فهموا الناس على ايحاءات جنسيه وداكشي شي بغا ولا شنو. حنا راسنا نقي الحمد لله. وايحاءات ما يحتاجوش نديرو ايحاءات جوج مزوجين راه عادي شنو تتسنى منهم. انا في هاد الحياه كامله كيهمني غير راجل سيد رجال. ما عمري ما تخيلت غنلقى دي باج في تركيا مبارطاجيين عبد الله ابو جد مع ساره جايب لها نون نخس. بانسو باكستاني طلباكو امار ملك مي بي اش دي كرنے کی سہولت فراہم کرنے پر مبنی ضابطہ مطابقت قدر قیمت کا حمل. سيد رجال بمعنى الكلمه والله كل ما تملك الكلمه من معنى ولكن الغيره دليل على الحب. تقاودي لا تبعدي مني لا. تقدام من عندنا طاقه ايجابيه. تسكت هكا تفرد نفسك بحال الراس مشوط. ها ها صلعتك تبارد داهنا بديك العود. كنتمنى نكونو كنا خفاف على قلبكم. قولي هيدي من هنا راه غنشري بامك.